يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فهمت من هذا الدرس أنه إذا دعا الإنسان الميت فإنه شرك، وإذا طلب منه التوسط فهو ذريعة إلى الشرك، فهل طلب الوسائط بين الله وخلقه لا يعد من الشرك الأكبر؟ وسيلة إلى الشرك، ووسيلة إلى الشرك. إذا صرف شيء من العبادة للواسطة كما يفعل المشركون هذا شرك أكبر، إذا ذبح له أو نذر له للميت أو للنبي أو لغيره فعل له شيء من العبادة هذا الشرك الأكبر. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء، يعبدونهم دون الأموات ويقولون شفعاء. فإذا صرف شيئا من العبادة للواسطة هذا شرك أكبر. أما إذا لم يصرف شيئا من العبادة وإنما طلب الوساطة فقط فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم.